بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسألة إضافة نص معين جوه البروجريس بار بحيث إنه يقول لك مثلا بنشوفها في البروجريس بار 20% 25% 30% بيقول لك يعني أنت فين بحيث أنت تبقى عارف برضه المسألة بتمشي إزاي. أنت يعني الأمر ممكن طبعا يحصل. طيب خلونا مثلا جوه الديفيجن ده يا جماعة انا هشتغل على الخمسة مرة واحدة علشان تبقى يعني اللي هيطبق على الواحد راح يطبق على الخمسة القصة كلها واحدة. احنا ممكن بمنتهى الوساطة لو وقفنا وخلونا برضو زي ما احنا بنقول نشتغل على الخمسة مرة واحدة مع بعض. انا هعمل تاب وهبتدي اكتب بي احط واسم باراجراف واقول مثلا في يا جماعة 25% اعتبرنا انا واقف عند 25% وهدخل واسم الباراجراف بتاعي وابتدي اعمل كنترول اس واشوف القصه النتيجه بتاعتها كانت ازاي. طبعا النتيجه مش مظبوطه، هو 25% اتكتبت كنص بس ما اخدتش بقيه المسافات، هو مش حاسس بيها انها لسه اللي شالت جوه البروجرس بار، دليل انها اساسا طالعه بره البروجرس بار، وده امر يعتبر مشكله كبيره في التصميم. طب الحل ان حضرتك تحاول تربط ما بين البي وما بين البروجرس بار، ان هو شايف ان البي ده تعتبر امر مستقل مش مربوط بالبروجرس بار اللي فوق. فالشاهد في القصه يا جماعه ان انت بتحاول تستخدم كيورد اسمها بروجرس ميتر تكست مع في الميترز طبعا، وده كلاس هتبتدي تحطه في المكان اللي عايز تشيله تكست يا جماعه، فاهمني؟ يعني انا هاخد مسافه واقول له والله ده كلاس، الكلاس ده هياخد القيمه بروجرس ميتر تكست واقفل الكوتيشن بتاعي. بس انا عايز ادي المكان اللي راح يشيل فيه النص المعين المطلوب شريط التقدم لكلاس اللي اسمه بروجرس ميتر تكست ده، وده كفيل بان هو يخلص لك القصه دي ويحاول يخلي لك ستايل على حسب طبعا الهوتس بتاعك وعلى حسب تصميمك في الغالب. انا مش بتكلم عن ستايلات سي اس اس، انا بتكلم عن الكور كونسبت بس. خلى لك النص لونه ابيض وفي منتصف في المسافه ايا يعني كانت المسافه اللي حضرتك حاططها كام بالظبط هيحطه لك في منتصف المسافه دي. يعني لو انت كنت غيرت وخليت المسافه مثلا بدل ال 25% رحت مخليها مثلا بالنسبه لاخر واحد خليتها ولنفرض 50% سنت كنترول اس، واخر واحد تعتبر في نص المسافه ديت، يعني هي تعتبر انها 50 مثلا. يعني الكلام ده انا كاتب نص بخلاف ما انا كاتب يعني، فاهمني؟ فال 25 مكانها في المنتصف، هي المفروض طبعا 25 دي تكون بنفس القيمه بتاعت ال 50. يعني ده سبيل التمثيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.